واحد بيقول أعرف قداستك إني أريد الزواج من أرملة، ولكن أجد معارضة من الوالدين شديدة جدا، وهي في مثل سني تماما، ومع ذلك أنا أريدها ولا أستطيع أن أتركها، فأرجو أن تعطيني حل لهذا الموضوع. لمسألة بينك وبين عيلتك يا ابني، ودي مسائل شخصية، كل واحد حر يختار اللي يتجوزها. بس هل هي أرملة ولها عيال ولا أرملة من غير عيال؟ وهل والديك بيقدموا لك واحدة غيرها ما تكونش أرملة؟ كمان الأرامل دول مش هيتجوزوا ولا إيه؟ ما هو برضه من حقهم يتجوزوا، هيفضلوا الأرامل كل عمرهم يتجوزوش. جايز والديك يقولوا أرامل يتجوزوا أرامل، يعني يبقى ترمل من الدول، لكن ممكن إن بكري يتجوز أرملة. دي مسائل شخصية